السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام أعزائي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، دائما في إطار السلسلة الرمضانية، سلسلة افتح قلبك للقرآن الكريم في رمضان. كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم وتساندوني في هذا المحتوى اللي قررت أنني نديره طيلة شهر رمضان المبارك، اللي كنتمنى انه رمضان يكون دايز لكم بخير وعلى خير وبالاعمال المتقبله ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نقرا معكم الثمن الاول من الحزب 17 من القران الكريم من سوره الاعراف. تبعوا معايا ومرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المولى الكريم. كانت هذه قراءتي للثمن الأول من الحزب 17 من سورة الأعراف من القرآن الكريم. كنتمنى أنه القراءة ديالي تكون استحسنت المسامع ديالكم. زيدوا دعموني في هذا المحتوى وإن شاء الله غادي نزيد معكم الفيديوهات طيلة أيام شهر رمضان المبارك اللي كنتمنى أنه ربي سبحانه وتعالى يكون دخلوا عليكم الصحة والهنا والتيسير. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.